بمشاركة وفود عربية وإسلامية، ملتقى القدس أمانتي يعقد مؤتمره الرابع في مدينة إسطنبول تحت عنوان القدس معراج الشباب. هدف هذا الملتقى وهذا الإطار الدولي هو دعم صمود أهلنا داخل القدس. كل وسيلة ممكن أن تدعم صمود المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك هي من أهدافنا في هذا الملتقى. لذلك منذ سنة 2014، هي سنة التأسيس، إلى اليوم بفضل الله عز وجل عقدنا 4 مؤتمرات دولية كبيرة جمعنا فيها الشباب وجعلناهم يلتقون برموز من القدس وبرموز العالم الإسلامي ويتعرفون على بعضهم، ونعطيهم بعض الفقرات التدريبية التأهيلية التي تجعلهم أهلا لأن ينصروا هذه القضية المباركة بالتوعية والوعي والمعرفة وبث روح هذه القضية في نفوس المسلمين جميعا. بوصلة المنتدى كما هو اسمه القدس أمانتي تتوجه لدعم المرابطين في الأقصى وتجديد عهد الشعوب الإسلامية في السعي لتحرير الأرض المقدسة وتخليصها من يد الصهاينة. كل منكم عليه واجب فيما يتقن، لا يتخلف أحد عن أداء ما يستطيع. على كل منا أن يجعل القدس والأقصى جزءا من حياته اليومية حتى ننال بذلك النصر إن شاء الله. ولا بد من سماع صوت الأسيرات والأسرى وإيصال رسالتهم للعالم من خلال هذا المنتدى. التحقيق بحق المرأة الفلسطينية في سجون الاحتلال، وضعها في زنزانة عفنة، حشرات، قوارض، زنزانة تحت الأرض بطابقين، لا هواء، لا شمس، لا نعرف ليلا من نهار. كنا نصلي حسب الإلهام الرباني، نضع فروق بين الصلاة والأخرى، لأن الاحتلال الصهيوني غيبنا عن العالم الخارجي. ومن أرض الرباط بثت المرابطات المقدسيات مناشدتهن في هذا المنتدى. هذه صرخة حرائر القدس تستصرخ فيكم نخوة المعتصمين. القدس اليوم تمر في مأساة حقيقية، في ظلم جائر. مكونات المدينة تستهدف، أبناؤنا يستهدفون، أخلاقنا مستهدفة، ديننا مستهدف. تجمع المشاركون من كل بلد في هذا المنتدى ليناشدوا الضمير الإسلامي أن القدس أمانة في الأعناق لا يجوز التفريط بها.